مرحبا ثاني، شو اللي صار معاك اليوم؟ والله ماشي، اول ما بدينا اول تجارب اخذنا اول لفه اللي هي براكتس حق الانجن، وثاني لفه حاولت اني اضغط على الماكينه شوي وضغطت وسوى عندي عطل فني في الماكينه، قدر الله ما شاء فعل. هذا اول سباق، وان شاء الله نحاول قد ما نقدر ان نبدل الماكينه وندخل مره ثانيه ان شاء الله. زين، شو توقعاتك؟ العطل من كسر ماكينه ولا عطل في المحرك في شيء معين؟ لا عطل في المحرك، يعني انا ما مع ان الماكينه مشيك عليها كل شيء هذا في الداينو، لكن ما تعرف الاجواء يمع هني شوي متغيره، فالماكينه يعني ما مداني حتى اللفه الثانيه ما كملت لفه ثانيه، من اول لفه اللفه الاولى الثانيه اختربت الماكينه. معوضين ان شاء الله.